جيل الشواطنية أخاطبكم وأنتم تقدمون للعالم الصورة الحقيقية للشعب الليبي المنطف حول الثورة. الإذاعة العربية الشقيقة تخذلكم وتخنكم وتقدم صورتكم أمام العالم بشكل يسيلك الليبي وليبيا، يقول لهم انظروا إلى ليبيا، لا تريد العز، لا تريد المجد، لا تريد التحرير، انظروا إلى ليبيا، تريد الاستعمار، تريد الاندكاكة. وانتم هنا في الساحة الخضراء تقولون ليبيا تريد القمة، قمة العالم، ليبيا تقود القارات اسيا وافريقيا، بل تقود الدول النووية الكبرى في العالم. قلنا لكم خذوا فلوس البترول وتصرفوا بها، 90% للولايات المتحدة الأمريكية وانتم 10%، الآن 90% ليكم و10% للولايات المتحدة الأمريكية. الذي يريد العزة والكرامة والمجد اخرجوا من بيوتكم، املوا الشوارع، شدوا الجردان، ما تخافوا منهم. والله بكرة الليلة تخرجوا من ديوركم كل المدن الليبية والواحة الليبية والقبائل الليبية التي هي تحب عمار القدافي، لأن عمار القدافي هو مجد. أنا لو عندي منصب، لو إنني رئيس، لو كنت لوحة الاستقالة على وجوهكم، أنا ما عندي حاجة أستقل منها، عندي بندقيتي راح نقاتل بها حتى لا تبقى قطرة من دمي. الآن كمية قليلة من الأطفال اللي يعطيهم الحبوب ويسكروهم ويقولوا لهم أعملوا أحرقوا، جردان يقلدون ما يجري في مصر وتونس. من بكرة تصبح الحواجز. أنا جدي عبد السلام أبو منيار أول شهيد سقط في معركة الخمس عام 1911، جدي عمي في مقبرة سرت. أنا لا يمكن أن نسيء إلى هذه الطلحة العظيمة. سنزحف عليهم أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الانتصار، الذين بيتهم للزجاج لا يرجم الناس بالحجارة، دقت ساعة العلم، دقت ساعة الانتصار، إلى الأمام، إلى الأمام، ثورة.